النهاردة هنتكلم على آخر أهم محاضرة في الانتيريورز. احنا خدنا السنان الانتيريور، خدنا upper central ولور central، upper lateral ولور lateral، وهناخد النهاردة upper canine ولور canine. طيب خدنا، هفكرك، خدنا upper central upper lateral مع بعض في حصة، خدنا الحصة اللي فاتت lower central ولور lateral اللي هم lower incisors في حصة، النهاردة هناخد upper canine ولور canine. هو مهمين؟ مهمين جدا. ليه؟ علشان هتلاقينا بنعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه الحصة اللي فاتت مع فروقات بسيطة، مع فروقات بسيطة. طيب انا عايزك قبل ما تفتكر احنا هنشرح النهاردة، عايزك تفتكر الاول اللي احنا شرحناه الحصص اللي فاتت. احنا كنا بنقول كل الاسنان، كل الاسنان من الليبيال اسبكت او من اللينجوال اسبكت، شكل الهندسي بتاعها بيبقى شكله عامل ازاي؟ ترابيزويد. افتكر معايا بقى، بيبقى شكله ترابيزويد. واسع منين؟ انسايزلي. ضيق منين؟ سيرفايكل. يعني الكلام ده ينطبق على الكناينز؟ اه ينطبق على الكناينز طبعا. مفهومه؟ طيب كل الاسنان الانتيرير، الاسنان الاماميه اللي هم مين يا دكتور؟ الاسنان الاماميه سنترال انسايزر لاترال انسايزر والكناين. كل الاسنان الاماميه شكلها عامل ازاي؟ شكلها من الميزيال اسبكت او الديستال اسبكت، من الجوانب بتوعها شكلها مثلثه، شكلها ايه؟ تراينجلر. شكلها ايه؟ تراينجلر. لو مش عارف تشوف تعالى كده شويه او كده شويه، تمام. طب شكلها بيبقى عامل ازاي يا دكتور في الاسنان؟ بيبقى شكلها بالظبط شبه الاسنان دي، تمام. فين القاعده بتاعت المثلث؟ سيرفايكالي. وفين الايبكس بتاع المثلث؟ انسايزري. الكلام ده مهم. طيب هفكرك تاني، السيرفايكال لاين اللي هو الخط اللي بيفصلي بين الكراون والروت، الخط ده، الخط ده ليه شكل؟ قال لك اه شكله من الليبيال اسبكت او حتى اللينجوال اسبكت، بيبقى الحته الكونفكس ناحيه مين؟ روت وايز. طب شكله من الميزيال اسبكت او الديستال اسبكت، يبقى شكله كونفكس ناحيه مين؟ كراون وايز. اقولها تاني الحته دي، اقولها تاني، اقولها تاني، اقولها. طيب بص يا سيدي، الخط اللي بيفصل الكراون عن روت اسمه سيرفايكال لاين. اسمه ايه؟ سيرفايكال لاين. السيرفايكال لاين ده لو انت بتتكلم على اسنان من الليبيال اسبكت او حتى اسنان من اللينجوال اسبكت اللي كان بيبقى شكلها عامل كده وفيها فصه، الخط ده نفسه من الليبيال واللينجوال بيبقى كونفكس ناحيه الروت، بيبقى كونفكس ناحيه مين؟ الروت. يعني الكيرفيتشر بتاعه من الليبيال واللينجوال بيبقى روت وايز. امال من الميزيال والديستال؟ من الميزيال والديستال بيبقى شكله كونفكس، والكونفكستي الحته الكيرفيتشر ناحيه مين؟ الكراون، مش ناحيه الروت، لا ناحيه الكراون. الكلام ده مهم. طيب هو بالمناسبه الميزيال عنده كيرفيتشر والديستال عنده كيرفيتشر، مين اعلى، الميزيال ولا الديستال؟ يعني لو شفنا سنتين من الميزيال اسبكت، لو شفنا سنتين من الميزيال اسبكت شكلها عامل كده، مين اعلى، الميزيال اسبكت ولا الديستال اسبكت؟ الميزيال اسبكت كيرفيتشر اعلى من الديستال اسبكت، الاثنين كونفكس ناحيه الكراون اه، بس الميزيال اعلى منين؟ من الديستال. الميزيال اعلى من الديستال. كويس قوي. كل السنان الانتيرير، كل السنان الاماميه عندها كام روت؟ روت واحد، اكسبت سنه واحده كان عندها اتنين روتس هنعرفها النهارده، ماشي. كل الاسنان، كل الاسنان اللي هاخدها عندها الروتس بتاعتها كيرفد ديستالي، كل الاسنان الروت بتاعتها رايحه ديستالي اكسبت سنه واحده كان عندها سنترلايزد روت. كانت هي انهي سنه؟ ابر سنترال ولا لور سنترال؟ ابر سنترال انسايزر. اوعى تنسى كان في سنه عندها بالاتال بيت، نقره فوق السنجلم، والسنه دي كان بيبقى شكلها غريب جدا، بيحصل لها فاريشن، اختلافات كتيره جدا. يعني ممكن تيجي شكلها بيج شيب، اديني بغششك، شكلها بيج شيب شبه سنة الخنزير. مش بس كده، دي السنة دي ممكن تبقى ميسنج، يعني لو عندك سنة معرضة ان هي تختفي ده هي السنة دي، ونفس السنة دي بيبقى عندها عدد اقل من اللوبس، عدد اقل من الفصوص. انهي سنة بقى اللي بنتكلم عنها؟ upper lateral incisor. طيب في سنة عندها اكبر كراون، اكبر كراون والروت بتاعها centralized، اتفقنا هي مين؟ upper central incisor. في سنة عندها اطول روت وهنعرفها النهاردة. في حد عنده مشكلة؟ بأمانة؟ طيب لو جيت اشرح لك الكناينز هقول لك نفس الكلام بتاع السنان الانسايزرز، نفس الكلام. اقرا معايا بقى الجنرال كاركترستكس، اقرا معانا الجنرال كاركترستكس. اول حاجة هو الكناينز عددهم كام؟ الانياب، الكناين يعني الناب، كام ناب في الكوادرنت؟
واحد في الكوادرنت كم في القرش؟ اتنين في القرش. كم كناين في البق؟ أربعة. سؤال سهل قوي لو جه في الامتحان. طيب الكناينز اول صفحة اللي هو الجنرال كاركترستكس، ايوه اول شيء ان هو واحد في الكوادرنت، اتنين في القرش، أربعة في البق كله. طيب الكناين may be named as، ممكن اسمي الكناين لما اجي ادلعه اقول له ان اسمه كاسبيد. يعني ايه كاسبيد؟ يعني سن عندها كم كسب؟ كسب واحد. هل الانسايزرز كان عندهم كسبات؟ هفكرك يعني ايه كسب. كسب اللي هو الشكل الهرمي ده. هل الانسايزرز كان عندهم شكل هرمي ولا الانسايز الايدج بتاعهم مسطح؟ مسطح. اول مس اول سن شفتها عندها كسب. كسب يعني هرم. هي مين؟ الكناين. ابر كناين ولور كناين. هي عندها كسب واحد ولا اكتر من كسب؟ كسب واحد، فسميتها كسبد. سميتها ايه؟ اقولها تاني الحته دي. يبقى انا في الانسايزرز ما شفتش سن الانسايزرز عندها الشكل المسطح، شكلها قصدي مسطحه مش شكلها شبه الهرم، فما فيهاش كسبات. لكن اول سنه شفت ليها شكل الهرم سميته كسب الكناين، فسميته كسبد. اصل احنا ناخد بعد الكناين اسنان اسمهم بري مولرز. اسمهم ايه؟ عندهم كسبين، فسمي البري مولرز باي كسبدز. بعد شويه في الترم الثاني ان شاء الله هناخد المولرز اللي هم ال6 وال7 وال8، عندهم 3 كسبات، 4 كسبات، 5 كسبات، فهسميهم مالتي كسبد. يعني عندهم كذا كسب. يبقى مين السنه الكسبد لو اتكلمت عنها في الامتحان؟ كناين. حلو قوي. طيب هل في مميزات تميز الكناين؟ علم على السطر اللي بعده ده مليون خط. الكناين عنده اطول روت في البق. الكناينز عندها اللونجر والسترونجر روت في البق. يعني ايه لونجر وسترونجر؟ لونجر يعني الاطول والاقوى. ليه؟ من غير ما نحفظ عايزين نفهم. انت كدكتور اسنان لو جالك عيان تحت اي ظرف من الظروف وقال لك يا دكتور انا عايز اخلع الانياب بتاعي، حاول على قد ما تقدر ما تعملش ده الا الناب الا الكناين. ليه؟ لانك الكناين ده هو حد فاصل ما بين الاسنان الانتيريرز الاسنان الاماميه والاسنان البوستيريرز. حتى بسمي الكناين واكتبها جنبها الكورنر، عند الكورنر اوف ذا ماوس. الكناين موجود عند الكورنر اوف ذا ماوس. يعني ايه كورنر اوف ذا ماوس؟ زاويه الفك. اللي بعدها بوستيريرز، قبلها انتيريرز. طيب اشمعنى برضو الكناين يا دكتور؟ عشان الناب الكناين عنده اللونجست روت، اطول روت. طب وده هيديني ايه؟ ده اكتر سنه ثابته في الفك. يعني ايه اطول سنه ثابته في الفك؟ كانك بالظبط جايب مسمار وبتدقه في الحيطه. مش الروت ده تحت العظم؟ مش الروت ده مدفون جوه العظم؟ تخيل مسمار اللي مدوه ده مسمار طويل جدا مدوه في العرض، فالسنه دي قويه ولا مش قويه؟ قويه جدا. يبقى الناب ده حاول على قد ما تقدر ما تخلعوش. ليه؟ عشان عنده اللونج ستروت، اللونج ستروت والسترونج ستروت، فالسنه دي من اقوى الاسنان. في حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ بسمي الكناين ده بسميه حجر الزاويه. يعني ايه حجر الزاويه بالانجلش؟ بسميه الكورنر ستون. يعني ايه كورنر ستون؟ حجر الزاويه. ليه؟ جيف ريزون. اكتب كده كناين از نيمد از. اكتب كناين. كناين اكتبها انت، اكتبها انت، اكتبها انت، اكتبها في الجنرال كاركترستيك في اي حته فاضيه. كناين مي بي نيمد از. الكناين ينفع اسميه مي بي نيمد از كورنر ستون. يعني ايه كورنر ستون؟ حجر الزاويه. ليه؟ علشان قبله اكتبها حتى بالعربي، because before canine كورنر ستون. انا كاتبها اهي كورنر ستون، حجر الزاويه. because before canine there are anterior teeth and after canine there are posterior teeth. because before canine في اسنان اماميين اللي هم الانسايزرز، وبعد الكناين في اسنان posterior اللي هم الخلفيين اللي هم اسمهم البري مولرز والمولرز. ماشي؟ تكتب ولا اكتبها لك انا؟ تمام. طيب نكمل الجنرال كاركترستيك. احنا اتفقنا تاني الكناين كم واحد في الكوادرنت؟ واحد في الكوادرنت. كم في القرش؟ اتنين في القرش. لو سالتك مين السنه اللي عندها اللونجست كراون، اللونجست كراون واللارجست كراون، مش روت،
كراون مش روت. كراون أبر سنترال إنسايزر. مين أكبر كراون وأطول كراون؟ السنترال إنسايزر. مين السنة اللي عندها أطول روت وأقوى روت؟ الكناينز. طيب الروت بتاع الأبر كناين، بص حجم الروت بتاع الأبر كناين مقارنة باللور كناين، مين أطول؟ الأبر ولا اللور؟ أبر طبعا. يبقى مين السنة اللي عندها اللونجست أطول روت في البق؟ أبر كناين ولا لور كناين؟ أبر كناين. سهلة دي، هتيجي في الامتحان. أي سنة عندي معمولة من فصوص زي ما احنا ذكرنا في شابتر الانترودكشن، فص يعني لوب. فص يعني ايه؟ لوب. معمولة السلام من كام لوب؟ أربعة لوبس. لوب ولوب ولوب، ثلاثة على الليبيال، ثلاثة على ايه؟ على الليبيال، وواحد على اللينجوال اللي هو يعمل لي السنجلم. يبقى كام فص في السنة كلها؟ أربعة. ثلاثة على الليبيال، واحد على اللينجوال، واحد على ايه؟ نفس الكلام. الكناين عنده كام لوب؟ أربعة. ثلاثة على الليبيال، واحد على اللينجوال. الكناين ما يميزه، عشان نرسم الرسمة دي ونمسحها تاني، ادي الثلاثة لوبس بتاعه، ادي الميزيال لوب، ادي الميدل لوب، ادي الديستال لوب، ثلاث فصوص صح. الميدل لوب ده، الميدل لوب ده هيبقى بارز في ثلاث اتجاهات. ثانية واحدة نجيب حاجة. سارة في كيس فيه أسنان جوه المكتب؟ في كيس فيه أسنان عند دكتور محمد؟ الميدل لوب، الفص اللي في النص بتاعي، هيبقى بارز في ثلاث اتجاهات. انا كاني سنه كناين، ماشي، كاني سنه كناين لحد ما نجيب الكناين الحقيقي. هيبقى بارز من ناحيه الليبيال، فيعمل لي حاجه اسمها ليبيال ريدج. هيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ ليبيال ريدج. وهيبقى بارز نفس الميدل لوب، هيبقى بارز من ناحيه اللينجوال، فيعمل لي حاجه اسمها لينجوال ريدج. وهيبقى بارز انسايزلي عشان يعمل لي الكسب. عشان يعمل لي ايه؟ الكسر. تعال بص معايا على الاسنان. ادي شكل الكناين بتاعي اهو، بص معايا كويس، ادي شكل الكناين بتاعي اهو. ايه الخط البارز ده؟ في خط في النص بارز كده، شايفه؟ اسمه ايه؟ ليبيا ريدج. يعني الميدل لوب بتاعي، الفص اللي في النص ده، لما بقى بارز لبره عمل ريدج اسمه ليبيا ريدج. طب بص على اللينجوال، نفس الخط اهو صح، نفس الخط، بقى بارز الميدل لوب ده، بقى بارز ناحيه اللينجوال، فعمل حاجه اسمها لينجوال ريدج. عمل حاجه اسمها ايه؟ وبعدين طول عشان يعمل الميدل لوب ده، طول انسايزلي، فعمل شكل الكسب. عمل شكل ايه؟ الكسب. كاني بالظبط شديته في ثلاث اتجاهات، ليبيال ليبيال ريدج، لينجوال لينجوال ريدج، انسايزلي، فراح عامل شكل الهرم ده فسميته كسب. في اي مشكله؟ طيب يبقى تاني، انهي لوب اللي بيطول عشان يعمل الليبيا ريدج؟ الميدل لوب ولا الميزيال لوب ولا الديستال لوب؟ ميدل لوب. طب لو انا عايز اعمل ليبيا ريدج، هيطول ليبيالي ولا لينجوالي؟ لو انا عايز اعمل ليبيا ريدج، هطوله ناحيه الليبيال ولا لينجوال؟ ليبيال. ولو عايز اعمل لينجوال ريدج، هطوله لينجوال. ولو عايز اعمل الكسب، هطوله انسايزلي ولا سيرفايكالي؟ انسايزلي. من الاسئله اللي بتيجي في الامتحان، وبتبقى اسئله عبيطه جدا جدا. طيب نكمل. ايه دي؟ في النقطه اللي قبل الاخيره. تمام. طيب الجدول ده اللي معمول تحت ده، جدول مواعيد ظهور الاسنان. الجدول ده تحفظه زي اسمك. يعني ايه احفظه زي اسمي يا دكتور؟ يعني الابر سنترال هيطلع عند 7 سنين، اللور سنترال هيطلع عند 6 سنين. تعال نحفظها بطريقه مختلفه. عندي الانتيريرز، الاسنان الاماميه، ابر سنترال لور سنترال، ابر لاترال لور لاترال، ابر كناين لور كناين. اللور سنترال هيطلع عند كام سنه؟ 6 سنين. ابر سنترال 7 سنين. اللور لاترال هيطلع عند كام سنه؟ 7 سنين. والأبر لاترال عند 8 سنين. لما تيجي توصل بين الأصغر للأكبر، هتلاقي الشكل عمل لك حرف الـ N. عمل لك حرف الـ إيه؟ N. 6 7 7 8 صح؟ مهم أوي الحتة دي. لور سنترال هيطلع عند كام سنة؟ 6. أبر سنترال 7. لور لاترال 7. أبر لاترال
8. طب والكناين 9 سنين 11 سنة. ايه ده؟ واضح مما لا يدع مجالا للشك. اي سن لور بتطلع قبل اي سن ابر، بدليل لور سنترال بيطلع عن 6 سنين بعديها بيطلع الابر سنترال، اللور لاترال بيطلع عن 7 سنين بعديها يطلع الابر لاترال. اللور كناين اللي هيطلع الاول ولا الابر كناين؟ لور كناين. في مشكله بامانه؟ طيب قول لي الابر كناين بيطلع امتى؟ الديت اوف ايروبشن امتى؟ مواعيد ظهوره امتى؟ الابر كناين بيطلع لك في عمر كام سنه؟ 11 سنه. بيطلع لك في عمر كام سنه الابر كناين؟ 11 سنه. طب اللور كناين 9 سنين. عظيم جدا. امال ايه يا دكتور بقيه الجدول ده؟ انا عشان اطلع السنه بعمل الاول الكراون اخلصه خالص وبعدين ابتدي اكون الروت. انا هدي مثال سن مثلا زي اللور سنترال هتطلع عند كام سنه؟ 6 سنين. لو انت بتسالني الكراون بتاعها خلص امتى السن زي اللور سنترال اهي، الكراون بتاعها خلص امتى؟ هتقول لي والله هي بتطلع عند 6 سنين نقص منها 3 يبقى الكراون كومبليتد. الكراون كان خلصان عند عمر كام سنه؟ 3 سنين. طب الروت بتاعها يكمل امتى؟ زود على العمر ده اللي هو 6 سنين زود عليه 3 سنين، يعني الروت السنه تكمل كلها كامله، الروت بتاعها يخلص خالص عند عمر كام سنه؟ 9 سنين. ندي مثال تاني، مثال تاني سنه زي الابر كناين مثلا، سنه زي الابر كناين بتطلع عند كام سنه؟ 11 سنه. لو انا قلت لك الكراون خلص امتى؟ هتقول لي قبل ال 11 بثلاث سنين، يعني كام سنة؟ 8 سنين. الروت بتاعها يكمل امتى؟ بعد سن ال 11 بكام سنة؟ بثلاث سنين. فيبقى سن كام سنة؟ سن 14 سنة. في أي مشكلة؟ بأمانة مهمة أوي الحتة دي. يبقى نقص 3 كراون يخلص على العمر بتاع الإيربشن، زود 3 على عمر الإيربشن الروت يخلص. البيجيننج أوف كالسيفيكيشن أي سنة بحطها بتبقى عاملة زي العمارة. أول نقطة طوبة، اول طوبة او زلطة او رملة حطيتها امتى؟ ما هي السنة دي قوية ولا مش قوية؟ معمولة من معادن ولا مش معادن؟ واهم معدن حتى يقولك الستات الحوامل يقولك انا عندي نقص كالسيوم فالسنان بتاعتي باظت. يبقى الكالسيوم من اهم المعادن في السنة بشكل ما. فيبقى اول نقطة كالسيوم اتحطت امتى؟ وانا عندي 3-4 شهور ابتدى الابر سنترال واللور سنترال يتحط اول نقطه كالسيوم. بيجيننج اوف كالسيفيكيشن بدايه التكلس احط اول نقطه كالسيوم او اول طوبه سن 3-4 شهور. طب اللاترال ابر لاترال من 10 ل 12. طب اللور لاترال 3-4 شهور. ابر كناين ولور كناين 4-5 شهور. التواريخ دي تحفظها وهتيجي في الامتحان الميد ترم ان شاء الله وهتيجي في الفاينل. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ سهله. اقلب بقى وتعالى ايه نجري لان احنا فهمنا كل حاجه الحمد لله. اللي ايه؟ الاسنان البيرمننت. طبعا الاسنان البيرمننت بكتبها بالحروف بالارقام، الاسنان الديسيديوس هكتبها بالاحرف ان شاء الله. اوكي طيب كده انا عندي كام اسم للكناين؟ فكروني اسمين. اسم بسميه كاسبيد ولا باي كاسبيد ولا مالتي كاسبيد؟ كاسبيد. ولو عايز اوصفه عشان اوصف مدى اهميته هسميه كورنر ستون. حلو قوي، حجر الزاويه. جميل جدا. وعرفنا ان الابر كناين عند 11 سنه واللور كناين عند 9 سنين. انا مش هشرح، انا لو قلت لك انا دلوقتي راسم، دلوقتي انا راسم الابر كناين واللور كناين من الليبيا الاسبكت، انا كده عايز اشرحهم من انهي اسبكت؟ من الليبيا الاسبكت. تعرف توصف لي الشكل الهندسي من الليبيا الاسبكت بتاع الابر كناين والليبيا الاسبكت بتاع اللور كناين شكلهم عامل ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ اي سنه من الليبيا الاسبكت يبقى شكلها عامل ازاي؟ ترابيزويد. الزاويه الكبيره انسايزري والزاويه الصغيره سيرفايكلي. مش ده برضو ترابيزويد؟ كل الاسنان من الليبيا الاسبكت ترابيزويد وكل الاسنان من اللينجوال الاسبكت ترابيزويد، كانها مرايه بالظبط. ماشي؟ عظيم جدا. طيب فاضل اعرف الاوتلاينز. ايه الاوتلاينز؟ اللي هي الخطوط اللي بره. ده من ناحيه الحيطه الميزيال ومن ناحيتي انا الديستال. فده هسميه الميزيال اوتلاين. ده هسميه ايه؟ ميزيال اوتلاين. شكله يا ترى عامل ازاي؟ ستريت ولا واخد كيرفيتشر؟ كيرفيتشر. فسميه كونفكس. اسميه ايه؟ شكله كونفكس. طيب الديستال اوتلاين شكله داخل لجوه كده فيبقى اسمه
كونكيف. اسمه ايه؟ كونكيف. يبقى الميزيال اوتلاين كونفكس والديستال اوتلاين كونكيف. امال ايه دول يا دكتور؟ اه واحده واحده. مش ده شكل الهرم اللي كان اسمه كسب؟ وكل كسب زي الهرم بتاع الجيزه، كل كسب او كل هرم ليه تيب. تيب يعني حرف. فالحته دي اقدر اسميها الكسب تيب. اقدر اسميها ايه؟ كسب تيب. طيب هو الهرم عباره عن كسب تيب بس ولا ودراعات؟ دراع يمين ودراع شمال، بس مش يمين وشمال، دراع ميزيال ودراع ديستال. فاقدر اسمي الدراع ده، اقدر اسميه الميزيال كسب سلوب. ميزيال كسب سلوب، الدراع الميزيال بتاع الكسب. واسمي الكسب ده او الحته دي ديستال كسب سلوب. تعرف توصفها لي؟ قال لك اه ده شكله عامل كده. يبقى ده كونكيف ولا كونفكس؟ كونكيف. وده شكله عامل كده كونفكس. يعني امشي كده معايا الاوتلاينز. الاوتلاينز الميزيال اوتلاين كونفكس، فالميزيال كسب سلوب كونكيف، فالديستال كسب سلوب كونفكس، فالديستال اوتلاين كونكيف. كونفكس كونكيف، كونفكس كونكيف. سهله. نفس الكلام فين؟ في اللور كناين. عظيم جدا. طب لو جالك في الامتحان وبالعين وقول لي، ودي من الحاجات اللي هتيجي في الامتحان، انهي كسب سلوب اطول، الميزيال كسب سلوب ولا الديستال؟ ايوه الميزيال ولا الديستال؟ بالعين. الديستال 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 دايما اطول. الديستال دايما اطول. تاني انهي كسب سلوب يبقى اطول، الميزيال ولا الديستال؟ ديستال. كسب سلوب دايما اطول من الميزيال. فلاحظ، الاحظ بعيني برضو، بعيني برضو لو انا عايز احط اقسم الكراون بتاعي نصين، هلاقي الكسب تيب بتاعتي فانهي حته في السنه، النص الميزيال ولا النص الديستال؟ الميزيال. كان بالظبط واحد ليه دراعين، عشان ده الدراع الطويل فزق الكسب تيب الناحيه الثانيه، فبقت الكسب تيب لوكيتد ميزيالي ولا ديستالي ولا سنترلايزد؟ ميزيالي. اقولها تاني، يبقى الكسب تيب دلوقتي مكانها في النص ولا رايحه ميزيال؟ رايحه ميزيال. ليه جيف ريزون رايحه ميزيال ليه؟ عشان انهي كسب سلوب اطول؟ عشان الديستال كسب سلوب اطول من الميزيال كسب سلوب. مفهومه؟ عظيم جدا. يبقى نقولها بشكل علمي، الميزيال اوتلاين كونفكس من السيرفايكال لاين لحد الحته اللي اسمها كونتاكت اريا، لحد الحته اللي اسمها ايه؟ كونتاكت اريا. وبعدين الميزيال كسب سلوب يبقى كونكيف، ديستال كسب سلوب كونفكس، والديستال اوتلاين من الديستال كونتاكت اريا لحد السيرفايكال لاين بيبقى شكله كونكيف. مين شاطر يقول لي لو انا مقسم السنه ثلاث تلات، يعني التلت ده انسايزل والتلت ده الميدل والتلت ده السيرفايكال، يا ترى الميزيال كونتاكت اريا مكانها فين؟ عايز واحد شاطر يقول لي مكانها فين يا ترى؟ الميزيال كونتاكت اريا مكانها هنا بالظبط. فين مكانها؟ في الانسايزل ولا الميدل؟ ولا في الانسايزل ولا في الميدل. امال مكانها فين؟ في النص. في النص يعني التقاء الانسايزل والميدل. التقاء بالانجلش يعني جانكشن. التقاء بالانجلش يعني ايه؟ يبقى الميزيال كونتاكت اريا مكانها في الجانكشن، ما بين انهي تلت وانهي تلت؟ جانكشن بتوين الانسايزل وان ثيرد، التلت الانسايزل، والميدل وان ثيرد، في الجانكشن ما بين الانسايزل والميدل. في الجانكشن ما بين الانسايزل وايه؟ والميدل. في حد عنده مشكله؟ امال الديستال كونتاكت اريا مكانها فين؟ ايوه الديستال كونتاكت اريا مكانها قريبه من السيرفايكال لاين ولا مش قريبه؟ هتبقى مور سيرفايكالي. ايوه يعني مكانها فين؟ يعني في الميدل وان ثيرد. في حد عنده مشكله؟ طب ما تيجي نحط قاعده عشان نحفظها وننسى القصه دي من دماغنا. انهي كسب سلوب اطول بالعقل وبالمنطق؟ الديستال اطول، صح؟ لو قلت لك الديستال كونتاكت اريا بالعقل عندي دراع طويل، فهيزق الكونتاكت اريا بتاعتي لتحت ولا لفوق؟ سيرفايكالي ولا انسايزالي؟ سيرفايكالي. يعني دايما الميزيال مرفوعه والديستال كونتاكت اريا نازله. الميزيال دايما هتبقى فوق انسايزالي، والديستال مكانها دايما هتبقى سيرفايكالي. احفظ الميزيال وتوقع الديستال. بمعنى لو الميزيال انا حفظتها في الجانكشن ما بين الانسايزال والميدل، يبقى الديستال مكانها فين؟ في الميدل. صح؟ مفهومه؟ بامانه
يبقى تاني الليبيال اسبكت على الابر كناين وبتاع اللور كناين شكله عامل ازاي الجيومتريك اوت لاين ترابيزويد انهي زاويه اكبر انسايزلي ولا سيرفايكلي انسايزلي اكبر منين سيرفايكلي عظيم جدا لو سالتك قلت لك الميزيال اوت لاين شكله عامل ازاي ستريت ولا كونفكس ولا كونكيف كونفكس ميزيال كاسب سلوب كونكيف ديستال كاسب سلوب كونفكس ميزيال اوت لاين كونكيف السيرفايكال لاين محتاج اشرحهولك واقول لك ان هو كونفكس من ناحيه الروت ليه ما انت عارف ما هو الليبيال واللينجوال بيبقى كونفكس ناحيه الروت عظيم جدا الكاسب تيب من الاسئله المهمه اوف ابر كناين حتى لو بتتكلم على الكاسب تيب اوف لوور كناين رايحه ميزيالي ولا رايحه ديستالي ميزيالي جيف ريزون ليه عشان الديستال كاسب سلوب از اطول لونجر ذان الميزيال كاسب سلوب سهله الميزيال كونتاكت اريا مكانها فين is located at the junction between incisal 1/3 والميدل 1/3 طب والديستال كونتاكت اريا مور سيرفايكالي مكانها فين في الميدل 1/3 سهله بامانه طيب فاضل اعرف فرق جوهري اللي هيجيبه هياخد 20 جنيه واللي مش هيحله هيديني 20 جنيه وده رهان ديل اور نو ديل ماشي مش جايب العربيه راح اوبر نارد الجدع واللي قادر يقول يقول ها لا استنى هتدفع قبل ما تقول هتقول غلط هتديني 20 جنيه الفرق في الشكل ما بين الابر كناين واللور كناين الفرق في الشكل غير الروت اطول في الكراون يا ناصح في الكراون شكل الكراون ده عامل ازاي وشكل الكراون عامل ازاي ماشي هات 20 جنيه دي كده 20 عند الراجل ده الكونتاكت اريا اللي خدناه رجعناه هتدي الراجل ده 20 جنيه ماشي حد عنده اجابه تاني انا كده ما خدتش فلوس ها يلا في الشكل انت قلت صح بين ده ابر كناين وده لور كناين فرق الكراون بتاع الابر عن اللور كناين شكله عامل ازاي في فرق شبه واضح اقول انا هقول انا الابر كناين صغير الكراون صغير وتخين سمول وبرود سمول وايه صغير وتخين كأن واحد قصير وتخين اللور كناين طويل ورفيع اللور كناين طول ونرو تاني الحتة دي هتيجي في الامتحان اللور كناين شكله عامل ازاي طول ونرو طويل وايه ورفيع امال الابر كناين شورت وبرود شورت وايه قصير وعريض والسؤال ده بيجي جيف ريزون في الامتحان واجابته سهله جدا ليه الكراون بتاع اللور كناين يبان اطول من الكراون بتاع الابر كناين هقولها تاني الكراون التاج بتاع اللور اطول من التاج بتاع الابر ليه عشان سببين مهمين جدا عارف البنات لما بتحب تروح الفرح وتبان طويله البنات القصيره تحب تروح فرح مثلا او مناسبه وتحب تبان اطول من طبيعتها غير ان هي بتلبس كعب عالي طبعا بتعمل حاجه مهمه جدا مش عارف الحته الوسط الوسط بتاع البنات اكيد عارفه طبعا ما تحورش تمام في حته اللي بتلبس عندها الحزام مش لما بتيجي تلبس فستان كده بتلبس حزام عند الفستان فتلاقيها مضيقه الحزام ده قوي ليه عشان تبان شكلها اطول يعني لو النك الوسط بتاعي ضيق كونستريكتد او نارو هيبان شكل الكراون بتاعي اطول يعني ده عشان النك بتاعه ضيق شايف النك الحته اللي هي عند الرقبه دي اللي هي ما بين الكراون والروت شايف ضيقه ازاي وشايف دي واسعه ازاي شايف الفرق فيبان شكل الكراون ده اطول ادي اول سبب تاني سبب اللي قاله الراجل المحترم جدا ده الكونتاكت اريا نفسها اترفعت خليك باصص هنا على الابر كناين الميزيال فين قلنا في الجنكشن والديستال في الميدل صح خلي بالك انا رايح اقول اللور كناين الميزيال بتاعي كان في الجنكشن والديستال في الميدل لما رحت اللور كناين انت كنت فين يا ميزيال كونتاكت اريا في الابر كناين كنت في الجنكشن اترفع لفوق بقيت في الانسايزل بقيت فين في الانسايزل انت كنت فين يا ديستال كونتاكت اريا في اللور كنت في الميدل اترفع يبقى انت ايه في الجنكشن فكاني شديتك من فوق اللي كان في الجنكشن بقى في الانسايزل واللي كان في الميدل بقى في الجنكشن
فبان ان هو اطول. اقسم برب العزه دي هتلاقوها مكتوبه في الجدول بتاع الليبيا الاسبكت. دي من ضمن الاسئله اللي ناس كتيره ما بتفهمهاش. السؤال بيقول الكراون بتاع الابر كناين شورت وبرود ولا طول ونارو؟ شورت وبرود. الكراون بتاع اللور كناين طول ونارو. جيف ريزون ليه الكراون بتاع اللور كناين از ماتش تولر زان الابر كناين؟ عشائيه عشان البنات لما تروح الفرح بتضيق الحزام، عشان عندها نارو نيك. نارو نيك هتلاقوها مكتوبه في الجدول، النيك بتاعها كونستريكتد او نارو، وايل الانسايزل الكونتاكت ايريز راحت مور انسايزلي ولا مور سيرفايكالي؟ مور انسايزلي. فين الكلام ده يا دكتور؟ افتح بقى الجدول بتاعي اللي هو اول حاجه الليبيا الاسبكت. طبعا الجيومتريك اوتلاين بتاعي ترابيزويد، الاوتلاينز قلناها، بس تعالى في اللور كناين. قال لك الاوتلاينز هي هي بات ويز سمول ديفرنس، باختلافات بسيطه. اللور كناين اتس ويست اتس ويتس العرض بتاعه از نارور اضيق من عرض الابر كناين. النقطه الثانيه الكراون ابير لونجر، الكراون بتاعه هيظهر اطول من الابر كناين. ليه؟ بيكوز اوف نارو نيك اند ذا مور انسايزلي لوكيتد كونتاكت ايريز. عشان سببين، عشان النيك نارو او النارو نيك، وعشان السبب الثاني انسايزل لوكيشن مور انسايزل لوكيشن اوف الكونتاكت ايريز. في اي مشكله؟ في اي مشكله؟ طيب الاختلاف هنا ان الميزيال اوتلاين بتاعي ما بيكونش كونفكس، كمان بيكون ستريت. ما بيكونش كونفكس بيكون ايه؟ ستريت. ماشي؟ فاهم ولا مش فاهم؟ انت فاهم؟ فاهم؟ مش فاهم؟ فاهم؟ طب احلف. طيب ماشي. طيب السيرفس اناتومي من الحاجات اللي اقسم برب العزه بتيجي في الامتحان. دايما احفظ معايا دي عشان ما تلخبطش دماغك خالص. يعني ايه سيرفس اناتومي؟ الاليفيشن والديبريشن. لما اجي اقول لك قول لي اليفيشن على الابر كناين او اللور كناين، او حتى وانت ما خدتوش ابر 8 ولور 8، مش بتتكلم يا دكتور على الليبيا الاسبكت؟ مش بتتكلم على سطح السن الخارجي؟ اه. دايما في اليفيشن موجود في السيرفايكال 1 ثيرد من الليبيال اسمه سيرفايكال ريدج. اسمه ايه؟ مهم قوي ده. سيرفايكال ريدج ده موجود على كل الاسنان من الليبيال اسبكت او البكال اسبكت. سيرفايكال ريدج مين اوضح؟ السيرفايكال ريدج بتاع الابر ولا السيرفايكال ريدج بتاع اللور؟ بتاع يا راجل بتاع الابر اوضح. اشمعنى؟ عشان الابر دايما اكبر من اللور. اكبر منين؟ الابر دايما اكبر من اللور. حد عنده مشكله؟ طيب ادي اليفيشن واحد، هل في اليفيشنز تانية؟ قال لك اه. بص معايا كده، مش انت قلت لي ان الميدل لوب اللوب اللي في النص هيكبر ليبيالي وهيعمل لي ليبيال ريدج؟ هيكبر ليبيالي وهيعمل لي ايه؟ ليبيال ريدج. لما يكبر كده هيعمل لي حاجه اسمها ليبيال ريدج. ماشي منين الليبيا ريدج ده يا دكاتره؟ ماشي من اول الكاسب تيب لحد السيرفايكال ريدج. مين عنده اوضح ليبيا ريدج اوضح، الابر كناين ولا اللور كناين؟ طبعا الابر كناين اوضح. منين؟ من اللور كناين. حد عنده مشكله؟ في ديبريشنز يا دكتور على الكراون، في اتنين ديبريشنز على الكراون ما تنساهمش. مش كان هنا في لوب ولوب ولوب؟ هنا في اتنين شالو ديفلوبمنتال ديبريشن. اتنين شالو ديفلوبمنتال ديبريشن. يعني ايه اتنين شالو؟ اتنين شالو يعني مش غويط، مش عميق، ماشي، مسطح. ديفلوبمنتال ديبريشن يعني وانا بعمل الفص ده والفص ده وانا بعمل الديفلوبينج عملت ديبريشن. ديبريشن يعني منخفض، شق، كانه خط، خط شالو اسمه ديبريشن شالو ساعه الديفلوبمنت، فسميته ديفلوبمنتال ديبريشن. كام ديفلوبمنتال ديبريشن؟ اتنين. هسال سؤال واقول لي عليه، انهي ديفلوبمنتال ديبريشن اطول، بتوع اللور كناين ولا بتوع الابر كناين؟ اللور. بتوع اللور. اشمعنى؟ عشان الكراون بتاعه اطول. سهله. طيب لو افترضنا ان احنا بنتكلم عن اللينجوال، اقلب اللينجوال عشان ناخد بريك. لو احنا بنتكلم عن اللينجوال اسبكت، انتوا ليه مش شغالين التكييف يا ساره؟ التكييف مش قادرين. شكل اللينجوال ترابيزويد ولا مش ترابيزويد؟
مش هقولها لك بقى تاني خلاص من هنا ورايح. هتكلم عن البكل هو هو بالظبط شكله الهندسي شكل اللينجوال. امال ايه الاختلافات يا دكتور؟ ولا حاجه. دايما في حاجه اسمها لينجوال كونفرجنس. يعني ايه لينجوال كونفرجنس؟ بص مساحه الليبيا الكبيره ازاي، بص مساحه اللينجوال صغيره، اسمها لينجوال كونفرجنس. ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ ايوه ده ترابيزويد، بس في حاجه اسمها لينجوال كونفرجنس. حلو قوي. طيب ركز معايا عشان الحته دي مهمه قوي بتيجي في الامتحان. كده كاني حولت لك بالظبط الليبيا لللينجوال. ماشي. اول حاجه اليفيشن هشوفها حاجه كان اسمها ايه؟ سنجلم. اول اليفيشن هشوفه من اللينجوال اسبكت بتاع الاثنين حاجه اسمها ايه؟ سنجلم يمين وسنجلم شمال. سنجلم وسنجلم، صح ولا مش صح؟ فاهم؟ مش احنا اتفقنا ان اللور كانيون عنده لينجوال ريدج، فاكره ولا مش فاكره؟ فاكر اللور كانيون لما قلنا عنده ليبيال ريدج وعنده من جوه لينجوال ريدج، يبقى عنده لينجوال ريدج برضه، صح؟ طيب اللور كانيون عنده لينجوال ريدج ولا ما عندوش؟ عنده. عنده ولا ما عندوش؟ عنده. ايه ده؟ هو ليه ما كملش لحد السنجلم؟ اي اليفيشن او ديبريشن على الابر بيبقى ويل ديفلوبد. يعني ايه ويل ديفلوبد؟ كامل. اي اليفيشن او ديبريشن على اللور كانيون كنا بنقول ليس ديفلوبد. اكمل يا عم، لا مش هكمل، دي سنه لور. يا عم اكمل، لا مش هكمل. يعني انت اخرك في الانسايزر 1 ثيرد، انا مش هقدر اعدي الانسايزر 1 ثيرد. يا لينجوال ريدج عدي، لا مش هعدي في اللور كانيون. ايه ده؟ امال ده هيعمل لي ايه بقى؟ هيعمل لي حاجه مهمه جدا. هنا بقى عندي كام فصه؟ كام فصه؟ اتنين فصه، واحده والتانيه. امال هنا عندي كام فصه؟ فصه واحده بس، صح ولا مش صح؟ يبقى جيف ريزون ده والله من اكتر الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. الابر كانيون عنده كام فصي؟ اتنين فصي. جيف ريزون ليه الابر كانيون عنده اتنين لكن اللور عنده فصه واحده؟ ليه؟ بيكوز ويل ديفلوبد في الابر كانيون ذير از ويل ديفلوبد لينجوال ريدج. في لينجوال ريدج كامل ويل ديفلوبد، فقسم اللينجوال سيرفيس لنصين فبقى عندي كام فصه؟ طب في اللور كانيون بيبقى في ويل ديفلوبد لينجوال ريدج ولا ليس ديفلوبد؟ ليس ديفلوبد. ومكمل لحد الميدل ولا وصل للجنكشن ولا اخره في الانسايزال 1 ثيرد؟ كونستريكتد. هو ريستريكتد، عارف اللي هو انت حصري ما تعديش الانسايزال 1 ثيرد، فبقت فصه واحده ولا فصتين؟ فصه واحده بس، 1 فصه. يبقى عندي كام اليفيشن وكام ديبريشن هنا؟ تعال نعد. سنجلم اليفيشن، لينجوال ريدج اليفيشن، بقى عندي كام اليفيشن؟ 2. وعندي كام فصه؟ 2. كام اليفيشن هنا؟ سنجلم ولينجوال ريدج برضه، بس ويل ديفلوبد ولا ليس ديفلوبد؟ ليس ديفلوبد. وعندي كام فصه؟ فصه واحده. في حد عنده اي اسئله؟ طب هسال دي قبل ما ناخد البريك. مين السنه اللي عندها روت اطول؟ اطول روت في البق كله. ابر كانين ولا لور كانين؟ ابر كانين. لو ان الاثنين روتس بتوعهم طوال يعني، بس مين اطول؟ ابر كانين. حلو قوي. الديستال كاسب سلوب، قول لي صح ولا غلط اللي هقوله. الديستال كاسب سلوب از شورتر ذان الميزيال كاسب سلوب. فولز. الديستال لونجر ذان الميزيال كاسب سلوب. طيب الكاسب تيب اوف ابر كانين او حتى اللور كانين از لوكيتد ديستالي، صح ولا غلط؟ غلط. لوكيتد ايه؟ ميزيالي. الميزيال كاسب سلوب اوف ابر كانين او لور كانين از كونفكس، صح؟ الميزيال كاسب سلوب كونفكس ولا كونكيف؟ كونكيف. الله يفتح عليك. طيب عد لي، عد لي كام فصه في الابر كانين؟ اتنين فصه. هسميها ميزيو لينجوال فصه وديستو لينجوال فصه. امال كام فصه في اللور كانين؟ واحده. ليه؟ بسبب ان عندها لينجوال ريدج بس ليس ديفلوب. صح وغلط. لينجوال ريدج اوف لور كانين از ليس ديفلوبد اند فاوند بتوين الانسايزال والميدل. غلط. موجود بس في انهي ثلث؟ في الانسايزال 1 ثيرد. الله يفتح عليك. الروت بتاع اللور كانين كيرفد او شيفتد ميزيالي؟ الروت شيفتد ميزيالي. فولز. اي روت احنا عارفين انه دايما يبقى شيفتد ديستالي. امال كان في روت لا بيروح ميزيال ولا بيروح ديستال وكان سنترلايزد؟ ابر سنترال انسايزر. ماشي. هناخد بريك هنخش نقول الميزيال والديستال سهلين قوي. انسايزل وبالب كافيتي ونروح. الفصه هاي سميناها عن ميزيال او ديستال. هنا بقى يقول لك الفصه دي بيفيد. عارف يعني ايه بيفيد؟
هقول لك في الباثولوجي السنه اللي جايه اللي بعد اللي جايه في واحد لسانه بيبقى مشقوق. عمرك شفت اللسان المشقوق ده؟ يعني في واحد لسانه تلاقي اللسان عامل كده لسانين. واحيانا في بنات شفتها انا بس في اوروبا يعني بيعمل عمليه وتشق لسانها مش عارف ليه، يعني مش فاهم ليه، ايه المتعه في ان انا اشوف واحده عامله زي التعبان كده؟ دي حاجه مرعبه جدا. بس اسمها بيفيد، بيفيد يعني مشقوق، فبنسمي الفصه دي بيفيد فصه، هي فصه واحده بس بيفيد. فهمتني؟ بيفيد فصه. طيب مين عنده ويل ديفلوبد سينجلم اكتر، الابر ولا اللور؟ ابر. اي حاجه في الابر بتبقى ويل ديفلوبد عنها فين؟ في اللور. يعني السينجلم هنا ويل ديفلوبد، السينجلم هنا ليس ديفلوبد. سهله. وطبعا اوعى تنسى ان في حاجه هنا اسمها ميزيال مارجنال ريتش وحاجه هنا اسمها ديستال مارجنال ريتش، صح ولا مش صح؟ صح. ميزيال مارجنال ريتش وديستال مارجنال ريتش، مفهومه؟ ماشي. على جناب الفصه دايما هتلاقي فيه مارجنال ريدجز، هناخدها في شابتر انترودكشن هنراجعها تاني. تمام، انا جاهز. ماشي، هنتكلم بقى دلوقتي عن الميزيال اسبكت والديستال اسبكت. ايه بقى الكلام ده؟ احنا خدنا من الليبيال واللينجوال، صح؟ احنا متفقين ان كل الاسنان الانتيرير اللي هم من ضمنهم الابر كناين واللور كناين طبعا من الميزيال اسبكت والديستال اسبكت بيبقى شكلهم عامل ازاي؟ تراينجلر. يعني ايه تراينجلر؟ يعني مثلث. القاعده فين بتاعت المثلث؟ سيرفايكالي والايبكس انسايزنج. دايما افتكر كده، بيز سيرفايكالي ايبكس انسايزنج. تمام. طيب انا شايف السنه دي من الميزيال اسبكت او الديستال اسبكت، الاثنين بالنسبه لي واحد، الاختلافات بسيطه. الاختلاف ان الميزيال اسبكت الكيرفيتشر بتاعته اعلى من الكيرفيتشر بتاعت الديستال. السيرفايكال لاين في الميزيال اعلى دايما من السيرفايكال لاين بتاع فين؟ في الديستال. ده الاختلاف الوحيد. امال ايه الشبه بين الاثنين؟ الاثنين واحد بالظبط يا دكاتره. من الليبيال اوت لاين هلاقي في حته كونفكس تمثل لي ايه الحته دي؟ السيرفايكال ريدج، صح؟ وبعدين هلاقي السطح ده كله ستريت، وبعدين هلاقي الكاسب تب مكانها في الليبيال ولا في اللينجوال ولا في النص؟ في الليبيال، علشان دي سن ابر ولا سن لور؟ سن ابر. طب تعالى بص هنا برضو، هنا في السيرفايكال وان ثيرد من الليبيال اوت لاين هلاقيه برضو كونفكس عشان يمثل لي ايه؟ سيرفايكال ريدج. وبعدين ماشي كل ده ستريت، والكاسب تب بتاعتي بقت لوكيتد لينجوال ولا ليبيال ولا في النص؟ لينجوال. اشمعنى دي بقى في الليبيال والكاسب دي في اللينجوال؟ اشمعنى؟ عشان دي سنه ابر ودي سنه لور، علشان في حاجه اسمها، ايوه اسمها ايه بقى عشان العضه تتظبط؟ اسمها لينجوال انكلينيشن. اسمها ايه؟ لينجوال انكلينيشن. يعني انا دلوقتي بقت عندي كاسب تب، ودي بتيجي في الامتحان، اقسم بالله هتيجي في الميد ترم وفي الفاينل. الكاسب تب بتاعت الابر كناين لوكيتد ميزيالي وليبيالي. حد عنده مشكله؟ ميزيالي ليه؟ افتكر في الليبيال واللينجوال اسبكت كده عشان الديستال كاسب سلوب اطول من الميزيال كاسب سلوب، صح؟ يبقى هي لوكيتد ميزيالي عشان الديستال كاسب سلوب في اللي شرحناها قبل البريك كانت اطول من الميزيال كاسب سلوب، وليبيالي علشان دي سنه ابر مفيش لينجوال انكلينيشن. امال الكاسب تيب لوكيتد هنا ايه؟ ميزيو لينجوالي. ميزيالي ليه؟ عشان الديستال كاسب سلوب برضو اطول من الميزيال كاسب سلوب. وليه بقت لينجوالي؟ علشان في لينجوال انكلينيشن. يبقى الكاسب تيب هنا ميزيو ليبيالي، الكاسب تيب هنا بقت ميزيو لينجوالي. في حد عنده مشكله بامانه؟ طيب كده احنا خدنا الليبيال اوت لاين، امال اللينجوال اوت لاين؟ برضه هلاقيه من السيرفايكال، من التلت السيرفايكال في كرش كده، في حته كونفكس عشان تمثل لي ايه الحته دي؟ السنجلم. وبعدين كونكيف علشان تمثل لي الفصه، صح كده؟ وبعدين الحته دي كونفكس عشان الكاسب تب. نفس الكلام هنا، كونفكس عشان دي بتمثل لي ايه يا دكاتره؟ السنجلم. قولوا معايا عشان نمشي. والمفروض الحته دي كونكيف عشان تمثل لي الفصه، والحته دي كونفكس عشان تمثل لي الانسايزال ايدج، صح؟ لا، انا لقيت دي ستريت. ليه لقيتها ستريت؟ اوعى تنسى ان هنا في حاجه في الحته دي كده، في خط ماشي من الكاسب تب لحد السنجلم. الخط ده كنت بسميه اللينجوال ريدج، كنت بسميه ايه؟ لينجوال ريدج. تعال بقى نشوف الكلام ده على السنه بتاعتنا عشان ايه نفتكر. انا باصص للسنه دلوقتي من الجنب، في كرش من هنا، الكرش ده بيمثل لي ايه؟ سيرفايكال ريدج. نفس الكلام، كرش من الجنب من هنا اللي يمثل لي ايه؟ سنجلم.
المفروض الخط ده يبقى كونكيف عشان الفصه، لقيته مش كونكيف، لقيته خط مستقيم. ليه؟ علشان في خط هنا ماشي في النص اللينجوال ريدج، في نص اللينجوال سيرفيس، اسمه لينجوال ريدج. اسمه ايه؟ لينجوال ريدج. امال هنا كونكيف ولا ستريت؟ كونكيف، عشان في لينجوال ريدج ولا ليس ديفلوبد لينجوال ريدج؟ ليس ديفلوبد لينجوال ريدج. مفهوم الحته دي؟ طيب خلصنا كده الميزيال اسبكت والديستال اسبكت. فاضل حاجه مهمه جدا وهتلاقيني كاتبها لك في الورق بالعربي وحاطط لك جنبيها صوره احفظها زي اسمك. اوعى تنسى، اوعى تنسى ان في الديستال اسبكت بتاع اللور كناين، ديستال اسبكت بتاع اللور كناين عنده ديفلوبمنتال ديبريشن على الروت. يعني ايه ديفلوبمنتال ديبريشن؟ ديفلوبمنتال يعني ساعه التكوين، ديبريشن يعني منخفض. طيب خلي بالك، بص معايا، ركز معايا. ابر كناين عنده ميزيال ديفلوبمنتال ديبريشن وعنده ديستال ديفلوبمنتال ديبريشن. يعني كان بالظبط يا دكتور الابر كناين عنده كام؟ ليبيال، لينجوال، ميزيال وديستال، صح؟ لما تيجي تبص على الروت من الميزيال بتاع الابر كناين عنده ديفلوبمنتال ديبريشن، لما تيجي تبص على الديستال بتاع نفس الابر كناين عنده مور ديفلوبمنتال ديبريشن، صح؟ طب تعالى بص على اللور. الميزيال اسبكت الروت بتاعه عنده ديفلوبمنتال ديبريشن. طب الديستال بتاع اللور كناين عنده مور اند مور اند مور ديفلوبمنتال ديبريشن، لدرجه انه المنخفض ده كل شويه عمال تغوطه تغوطه تغوطه، لدرجه انه ممكن يقسم لي كام روت؟ اتنين روت، واحد ليبيا لواحد لينجوال، واحد ليبيا لواحد لينجوال، واحد ليبيا لواحد ايه؟ لينجوال. تمام؟ مش مفهومه؟ فهمت؟ يبقى تاني ابر كناين اكيد عنده سطحين، سطح ميزيال وسطح ديستال. السطح الميزيال على الروت بتاعه كان فيه منخفض اسمه ديفلوبمنتال ديبريشن. طب السطح الديستال فيه منخفض اغوط، يعني الديستال ديفلوبمنتال ديبريشن اغوط منين؟ من الميزيال، مور ديبر عن الميزيال. طب في اللور كناين الميزيال اصلا غويط، فلما جيت في الديستال عشان اعمل ديفلوبمنتال ديبريشن بقى غويط لدرجه اني احيانا ممكن اشوف الكناين كام روت. يبقى لو انا جيت في الامتحان وقلت لك كل السنان، كل السنان عندها سنجل روت اكسبت سنه واحده بس، انهي سنه اللي ممكن يبقى عندها اتنين روت في الانتيرير لور كناين؟ مفهومه؟ طب جيف ريزون اشمعنى بالذات اللور كناين ممكن يبقى عندها اتنين روت؟ علشان في ديب ديفلوبمنتال ديبريشن. على الديستال ولا على الميزيال؟ على الديستال. الله يفتح عليك. لو اتقسم الروت هيتقسم لكام روت؟ ميزيال وديستال ولا ليبيال ولينجوال؟ هتيجي في الامتحان وتعملوها ميزيال وديستال، انا هو انت هو، ماشي؟ خلاص ليبيال ولينجوال، عظيم جدا جدا. اقلب الصفحه. هناخد بقى الانسايزال اسبكت بتاع اللور كناين والابر كناين. قبل ما ناخدهم عايز اقول لك على حاجه، هو مش احنا قلنا الكونتاكت اريا الميزيال كونتاكت اريا في الابر كناين كانت مكانها فين؟ في الجنكشن ما بين الانسايزال 1 ثيرد والميدل 1 ثيرد، صح؟ في الجنكشن وسنترلايزد. امال الكونتاكت اريا هتبقى مكانها هنا فين؟ مور انسايزري. مور ايه؟ انسايزري. اوعى تنسى. قلت لك هتبقى بالعربي ملاحظه، اوعى تنسى. ايوه ايوه ديستال اسبكت، اوعى تنسى. روح بقى عند اللور كناين. ايوه هي، بص على بص على الرسمه، هتلاقي اتنين روت، ماشي؟ اوعى تنسى الحته دي. يبقى الكونتاكت اريا، الميزيال كونتاكت اريا كان مكانها في الجنكشن وبتبقى سنترلايزد. يعني ايه سنترلايزد؟ يعني في النص. هنا برضو سنترلايزد بس رايحه مور انسايزري، رايحه مور ايه؟ انسايزري، ماشي؟ طيب بص بقى على الانسايزر اسبكت بتاعي. الانسايزر اسبكت بتاعي تقريبا هو هو بالظبط يا دكاتره بتاع اللور انسايزرز، هو هو بالظبط. الشكل الهندسي بتاعهم هما الاثنين شكلهم دايموند، شكلهم ايه؟ دايموند. تعالى نرسمها. هرسم قوس صغير وقوس صغير وبعدين قوس كبير. نفس الكلام الناحية التانية. الشكل الهندسي بتاعهم هما الاثنين شكلهم دايموند، شبه الجوهرة. ده نفس الكلام بتاع اللور انسايزرز.
اللور انسايزر من الانسايزر كان شكله عامل ازاي؟ دايموند. واللور كاناين دايموند، والابر كاناين دايموند. ابر كاناين، لور كاناين، لور سنترال، لور لاترال، بيبقى شكل الشكل الهندسي بتاعهم ايه؟ دايموند. تمام. طيب الكاناين ليه كسب؟ لو انا قسمت السنه نصين وقلت لك ان النص ده هسميه الليبيال والنص ده هسميه اللينجوال والنص ده اقدر اسميه الميزيال والنص ده اقدر اسميه الديستال، تفتكر الكسب تب لوكيتد في الميزيال ولا الديستال في الاول؟ في الميزيال ولا الديستال؟ في الميزيال. حلو. في الليبيال ولا في اللينجوال؟ يعني اقدر ارسمها هنا كده في الميزيال والليبيال. اه، لان هي لوكيتد ميزيو ليبيالي. تاني، الكسب تب كانت لوكيتد في اللور كاناين. الكسب تب كانت لوكيتد في اللور كاناين ميزيو ليبيالي. ميزيو ايه؟ ليبيالي. اتفقنا ليه كانت لوكيتد ميزيالي؟ عشان الديستال كسب سلوب اطول من الميزيال كسب سلوب، صح ولا مش صح؟ فوديتها ميزيالي. طب السنه دي ليه الكسب تب لوكيتد في الليبيال مش في اللينجوال؟ عشان مفيش لينجوال انكلينيشن، عشان ما كانش فيه لينجوال ايه؟ انكلينيشن. طب الكسب تب بتاعت اللور كاناين هنا رايحه ميزيالي ورايحه ايه؟ لينجوالي، فبقت لوكيتد ميزيو لينجوالي. لو انا قسمت السنه انصاص هلاقي فين يا ترى الكسب تب؟ هنا بالظبط. ليه؟ اشمعنى في النص الميزيال؟ عشان الديستال كسب تب اطول من ميزيال كسب، الديستال كسب سلوب اطول من ميزيال كسب سلوب، واللينجوال عشان في لينجوال انكلينيشن، عشان عندها لينجوال ايه؟ بامانه حد مش فاهم الحته دي؟ حد مش فاهم الحته دي يا دكاتره؟ مثلها على السن تاني. لما بصيت على السنه دي من الليبيال اسبكت، لما بصيت على الكناين ابر كناين من الليبيال او اللينجوال، لقيت الكسب تب بتاعتي رايحه ناحيه الميزيال اهي، شايفها؟ ليه مش في النص؟ علشان الديستال كسب سلوب اطول من الميزيال كسب سلوب، فبقت لوكيتد ميزيالي ولا ديستالي؟ ميزيالي. حلو. السنه دي سنه ابر ولا سنه لور؟ ابر. فالكسب تب هلاقيها رايحه لبره، رايحه لبره ليبيالي ولا رايحه لجوه؟ ليبيالي، فبقت لوكيتد ميزيو ليبيالي. هنا الاجابه لو انا سالتك ميزيو يعني ميزيالي، ماشي؟ لو انا سالتك ليه الكسب تب بتاعت الابر كناين لوكيتد ميزيالي وليبيالي، هتقول لي اجابتين. ميزيالي علشان الديستال كسب سلوب اطول من ميزيال كسب سلوب، وليه ليبيالي؟ علشان دي سنه ابر ما فيهاش لينجوال انكلينيشن، فالكسب تب هتبقى السنان رايحه ليبيالي، فالكسب تب تروح ايه؟ ليبيالي. طب تعالى تاني في اللور كناين، لو افترضنا ان دي لور كناين اهي، لور كناين بتاعتي ايه؟ صغننه اهي، تمام؟ لور كناين السنه اصلا كلها رايحه لينجوالي، مش السنان كلها بتميل ناحيه اللسان؟ يبقى الكسب تب راحت لينجوالي ولا ليبيالي؟ لينجوالي، صح كده؟ طب ميزيالي برضو ولا لسه ولا ايه؟ ميزيالي ولا ديستالي؟ ميزيالي. ليه؟ عشان الديستال كسب سلوب اطول من الديستال كسب سلوب، يبقى اللي فوق ميزيالي وليبيالي، اللي تحت ميزيالي ولينجوالي. ميزيالي ولينجوالي، مفهومه؟ الاثنين رايحين ميزيال، الاثنين رايحين ميزيال. ليه؟ عشان الديستال، الدراع الديستال طويل اطول من الدراع الميزيال. في اي مشكله؟ لكن فوق رايحه ليبيالي، تحت رايحه لينجوالي. والله مهمه جدا، فشبهتها هنا، رسمت خط كده بقت هي في الميزيال مش في الديستال، ورسمت خط كده عشان تبقى في الليبيال مش في اللينجوال. طب هنا بقت في اللينجوال والميزيال، ماشي؟ ليه في الميزيال؟ عشان الدراع الديستال اطول من الدراع الميزيال. وليه في اللينجوال؟ عشان في لينجوال انكلينيشن، عشان اي سنه لور فيها لينجوال انكلينيشن. ايه؟ هظبطها لكم في الورقه، ماشي؟ طيب انا هرسم وانت قول لي انا راسم ايه. ايه دي؟ لا الكرش ده اسمه، كان اسمه ايه؟ سينجلم. الله يفتح عليك، ماشي؟ طب لو رسمت خط كده، الخط ده هسميه ايه؟ لينجوال ريدج. لينجوال ريدج، فبقى عندي كام فصه؟ كام فصه؟ اتنين. اللي ناحيه الميزيال هسميها ايه؟ ميزيو لينجوال فصه، واللي ناحيه الديستال ديستو لينجوال فصه. عظيم جدا جدا. في حد عنده مشكله؟ طب لو رسمت ريدج هنا تاني، هتقول لي الريدج ده اسمه ايه؟ ليبيال ريدج. اسمه ايه؟
ليبيا ريج. عظيم جدا. طب تعال نعيد تاني. لو رسمت ريج هنا هيبقى اسمه ليبيا ريج بس ليس ديفلوب طبعا عن هنا. لو رسمت دي هيبقى اسمها سينجلم بس ليس ديفلوب عن السينجلم دي. طب لو رسمت دي كده اسمها ايه؟ لينجوال لينجوال ريج بس ليس ديفلوب ولا ويل ديفلوب؟ ليس ديفلوب. فبقى عندي كام فصة؟ واحدة. فصة واحدة. في حد بأمانة عنده مشكلة؟ بأمانة حد عنده مشكلة؟ أسأل قبل ما نجاوب. أسأل دكتور بس الفصة بيفد بيفد يعني مقسومة. فصة واحدة بس مقسومة. ماشي. دي ولا تي نهايتها؟ ايه؟ دي ولا تي نهايتها؟ دي ولا تي؟ بيفد تي دي بيفد بي اي اف اف اي دي. ماشي. طيب هسأل مين اطول روت في السنان كلها؟ ما تقوليش كناين. قولي تحديدا مين. عارف الاثنين اطول روت بس مين اطول؟ ابر كناين. ماشي. صح وغلط. ابر كناين عنده ليبيال ريج بس ما عندوش لينجوال ريج. عنده الاثنين صح. ليبيال ريج ولينجوال ريج. طب قول لي انهي لوب لما طول ليبيالي عمل لي ليبيال ريج؟ انهي لوب؟ اللوب الميزيال ولا اللوب الميدل ولا اللوب الديستال؟ الميدل. عمل ليبيال ريج. ونفس اللوب ده لما طول لينجوالي لينجوال ريج. ونفس اللوب الميدل ده لما شديته عمل ايه؟ كاسب. عظيم جدا. الكاسب تيب بتاعت الابر كناين از لوكيتد ميزيولينجوالي صح ولا غلط؟ انا بقول جمله وقول لي صح ولا غلط. الكاسب تيب لوكيتد ميزيولينجوالي صح ولا غلط؟ غلط. ميزيو ليبيالي. طب جيف ريزون ليه ميزيالي ليه؟ ديستال كاسب سلوب اطول من ميزيال كاسب. وليبيالي ليه؟ طوله دي سن ابر فما فيهاش لينجوال انكلينيشن. طب هنا ميزيو لينجوالي. ميزيو لينجوالي. وعرفنا ليه لينجوالي؟ علشان عندها لينجوال انكلينيشن سن لور. عظيم. الابر كناين عنده فصة واحدة صح ولا غلط؟ ابر كناين عنده اونلي وان فصة صح ولا غلط؟ غلط. عنده كم فصة؟ اتنين. واي اللور كناين عنده كم فصة؟ واحدة. تعرف تقول لي جيف ريزون ليه الابر عنده اتنين فصة؟ عشان ويل ديفلوب لينجوال ريج. هنا ليه عنده فصة واحدة؟ ايوه مع انه عنده لينجوال ريج بس ليس ديفلوب. اللينجوال ريج بقى موجود في انهي تلت في السنة؟ في اللور كناين. في الانسايزل وان سيرد ولا في الميدل ولا مكمل؟ يقدر يعدي الانسايزل؟ ما يقدرش. عظيم جدا جدا. لو قلت لك قول لي اليفيشن اليفيشن مرتفع موجود على الاسنان دي من الليبيال اسبكت وموجود على كل الاسنان من الليبيال اسبكت كان اسمه سيرفايكال ريج. كان اسمه ايه؟ سيرفايكال ريج. طب قول لي مرتفع موجود من اللينجوال اسبكت اسمه ايه؟ سينجلم. طب قول لي مرتفع موجود في نص السنه من الليبيال اسبكت ليبيال ريج. قول لي مرتفع موجود في نص السنه من اللينجوال اسبكت لينجوال ريج. طب انهي كاسب سلوب اطول؟ الديستال كاسب سلوب ولا الميزيال؟ ديستال دايما اطول. عظيم جدا جدا. طيب لو قلت لك حاجه مهمه جدا ودي لازم تحفظها انا خليتها في الاخر عشان تبقوا مصحصحين كده. امشي بايدك عند الخد كده من بره. ماشي. تعالى من الانسايزرز امشي على الكناين هتلاقي في عظمه بارزه. عظمه بارزه عند الكناين عند الروت بتاع الكناين عند جدر الكناين. ايه ده؟ ايه العظمه البارزه دي؟ اسمها ايوه اسمها الكناين امينينس. يعني ايه عظمه بارزه دي؟ اسمها كناين امينينس. عارف امينيم اللي بيغني؟ عارفه؟ مش امينيم امينينس. ماشي. ايه الكناين امينينس دي؟ بروز في عظمه الفك في البون مكان الروت بتاع الكناين. هتلاقيه موجود فوق وموجود تحت بس اوضح جدا فين؟ فوق. اشمعنا في بروز هنا؟ علشان احنا اتفقنا ان الفك هيعوج. فاكر لما كنا بنرسم القرش كده وقلت لك هنا هيبقى الزاويه صح؟ هنا فيروح عامله بروز كده علشان هلف واعدل تاني. الحته البارزه دي عند العظمايه بتاعت الكناين اسمها كناين امينينس. اسمها كناين ايه؟ لذلك الكناين كنت بسميه حجر الزاويه صح ولا غلط؟ كورنر ستون. ايه اهميه ليه ربنا خلق لي الكناين امينينس دي؟ الكناين امينينس هتلاقيها في الجنرال كاركترستيك في الورق في اول صفحه. ليه ربنا خلق لي الكناين امينينس؟ عشان الفيشيال ابييرنس. لو ربنا مش خلق لي شوف حته صغيره لو عضمايه كده كنت تحس ان الفك داخل لجوه. لكن ليه الفك عامل كده كده؟
علشان في حته بارزه عشان شكلي الابيرنس يبقى احسن, شكلي يبقى احسن. خلي واحد عجوز او واحد شاب بس خلع الكناين, خلع الانياب, هتلاقي وشه عامل كده شكله غريب وهو قافل بقه, هتعرف انه خلع الكناين. ليه؟ ما بقاش في روت, الروت كان سايند عضمايه لبره اللي هي الكناين ايمننس, فما بقتش فيه كناين ايمننس, فتلاقي شكله داخل لجوه. يبقى وجودها علشان الفيشيال اكسبريشن, علشان الفيشيال ايه موجوده في الابر كناين بس ولا اللور كناين؟ موجوده في الاثنين, بس مين اوضح؟ الابر اوضح من اللور. حد عنده مشكله؟ طب انا بقول لك ان الكناين عنده روت واحد, الكناين بتاعي, الكناين بتاعي كان شكله عامل كده وعنده روت واحد, يبقى عنده كام روت كنال يا ترى؟ كام روت كنال؟ كام قناه عصب؟ واحده صح, وليها كام بالب هورن؟ كم قرن عصب؟ واحد. يعني تقدر تقول لي ان القناه العصبيه دي اللي اسمها روت كنال, اسمها روت كنال, بيشف شكل الكراون. يعني ايه بيشف شكل الكراون؟ الكراون عامل كسب, انا هعمل لك بالب هورن واحده. هفكرك, فاكر في الانسايزرز كان الشكل عامل كده, كان في ماميلونز صح, فتلاقي البالب عامل كم بالب هورن؟ ثلاثة. في كسب اعمل لك كسب, في ماملونز اعمل لك ماملونز, في مشكله. يبقى هنا عندي في الانسايزرز 3 بالب هورن, طبعا الكلام ده ما ينطبقش على كل الانسايزرز, لكن عندي هنا في الكناين كام بالب هورن؟ واحد بالب هورن. تمام. طب هسال سؤال عبقري, هو مش عبقري ولا حاجه, في سنه لور انتيريور عندها يمكن يكون عندها 2 روت كنال لور كناين. ليه؟ عشان ساعات ممكن الاقي اللور كناين الروت بتاعه عامل ايه؟ اتنين روت, واحد ليبيال واحد لينجوال, ديستال بره واحد ليبيال واحد لينجوال, ماشي؟ عشان في الاخر, عشان في الاخر الاقي ليه كام قناه عصبيه؟ اتنين, واحد ليبيال واحد لينجوال, ماشي؟ لخفنتني. تمام. طيب احنا كده تقريبا ان شاء الله كده احنا مخلصين, ماشي. عايز بس منكم طلب مهم جدا, طلب مهم جدا. الحصة اللي جاية ان شاء الله, الحصة اللي جاية هنعمل ريفيجن على الانترودكشن. ريفيجن يعني مراجعة. تمام. هنعمل مراجعة على شابتر الانترودكشن, هم خدوه في المحاضرة 3 محاضرات فسموه انترودكشن 1 وانترودكشن 2 وانترودكشن 3. احنا هنعمل الانترودكشن ده كله مرة واحدة, هيعملوا عليه كويز بدرجتين ونص, خمس اسئلة MCQ, خمس اسئلة تختار منه اختيارات, كل سؤال بنص درجة, فيبقى المجموع الإجمالي درجتين ونص. الامتحان ده بالنسبة لي مهم جدا, لأنه في واحد مثلا عارف أنه قاعد لسه بيحاول يجمع المنهج, لأنه بدأ يذاكر الأسنان ما ذاكرش الانترودكشن, عايز تقفل امتحان الفاينل ابتدي بالكويزة بدرجتين ونص, ذاكر من المحاضرات اللي احنا حطينا على الابليكيشن المحاضرات الفري, وتعالالي الحصة الجاية اللي هنتفق على معادها قبل الكويز مذاكر انترودكشن, مذاكر وجاي عندك استعداد تمتحن عليه كويز, انا همتحنك عليه كويز وانا مش هراقب عليك الكويز, ما هو انا هعمل لك كويز صغير, ماشي؟ 20 سؤال, 20 سؤال, ماشي؟ في 20 دقيقه, 20 سؤال في 20 دقيقه, هسيب لك الامتحان وهطلع بره او هقعد هنا مش هراقب عليك. امال انت يعني بتقدرنا؟ والله ابدا مش بقدرك, بس بحطك في مود الامتحان. اللي منكم هيقفل الامتحان ده صدقني هيبقى ليه هديه, وكل كويز هنعمله, كل كويز هنعمله في الكورس, في اخر الكورس صدقني هعمل له هديه كويسه جدا محترمه جدا. تمام. وممكن نديله شهاده تقدير كمان, ده بالنسبه لي ده واحد محترم اجتهد وتعب, فالكويز اللي جاي بالنسبه لي انا مهم. بالنسبه لك انت اهميته في ايه؟ تدريب على الامتحان, تكسر رهبه الامتحان وتشوف الاسئله بتيجي ازاي, ماشي؟ فهتذاكر وبعدين تيجي, مش هتيجي تذاكر معايا في الحصه. ام سي كيو بس الاسبوع الجاي انا امتحان الكويز اللي عندي, كل سؤال دقيقه, 20 سؤال في 20 دقيقه في نفس النوع قبل ما نمتحن. لا عشان هقول لك ليه, في الفاينل اللي وقع الناس السنه اللي فاتت ما كانش صعوبه الامتحان, كان طول الامتحان, امتحان طويل والوقت يدوبك على القد, فانت مفيش فرصه تغش لان اللي جنبك مسحول, فاهم؟ مشغول يا عيني بيحل, مش لاحق, فاضل امتحان نص ساعه وهو فاضل له 100 سؤال مثلا, فالناس كتيره وقعت. مشكله الامتحان ايه؟ اللغه. انت مش مشكلتك في الفهم, انت فاهم كويس, بس انت ساعات ما بتعرفش تقعد تعبر
والقراية، وعلى بال ما بتقرا السؤال وتترجم السؤال وتترجم الإجابة بيكون الوقت راح. سؤال في التاني تتوتر، تبدأ تعرق، فتبدأ تقرا بسرعة، فاهم؟ فما تركزش، فتختار أي إجابة فتبقى أوحش. كل ما هتشغل إيدك تتدرب على طريقة الامتحان أيا كانت المادة إيه، هتقفل امتحان فاينل أو هتنجح بدرجة كويسة تترجم اللي أنت فاهمه لدرجات. فالمرة الجاية عندنا كويز إن شاء الله، وهنعمل حصة منفصلة للعملي، هنتكلم على الجروب إن شاء الله. شوفوا أنتوا الحصة دي حابينها تبقى إمتى، ما عنديش مشكلة، ونقعد نجيب ترابيزة وتجيب الواكس وتجيب الكارفر وتجيب كل حاجة، ونقعد نتعلم مبادئ الكارفينج إزاي ننحت. مش النهاردة خلاص، هنعمل لها حصة منفصلة عشان ندي لها وقتها واهتمامها. ايه عايز الاثنين كويس بالنسبة لكم؟ هو يعني هو بعض الفراغ عندنا، البقية غير شيء. ماشي، احتمال نظبط معاد حصة ان شاء الله تبقى امتى. انا عايزكم قبل معاد الصبح ساعة، ما الساعة الصبح ساعة ساعة ونص يعني. مثلا ساعة رسل من الكويز اخو سكشن نطلع من بالدعشة، هنتفق على الجروب ونقول، وتقولوا لي بس ساعة، انا عايزك ساعة ساعة ونص، لان ده مهم، لانه الامتحان العملي عليه درجات كتير، عشان نبقى بنجمع درجات. والمحاضرة اللي جاية، الاثنين اللي جاية هتبقى ريفيجن على شابتر الانترودكشن فقط. الاثنين اللي جاي النهاردة 22، الاثنين اللي جاي هتبقى يوم اعتقد كام؟ كم ساعة على الابليكيشن هي عاملة؟ النهاردة 22، الاثنين الجاي يبقى 25 ازاي؟ 29. هتبقى 29-12، حلوة قوي. تمام؟ في الكتاب من اول صفحة 1 لحد صفحة 28. في الورق بالابلكيشن محاضرتين. المحاضرة الاولانية هتلاقيها فور فري على اليوتيوب وعلى الابلكيشن، المحاضرة التانية اللي فيها القصة كلها. رأيي اسمع المحاضرة الاولى وريح، ماشي؟ تاني يوم اصحى ذاكرها الصبح، اول حاجة تذاكرها المحاضرة التانية دي الصبح، وقعد ذاكرها بالليل، شغل لك اغاني كده فيروز او عبد الحليم او حمو بيكا، ما عرفش انت عارفين حمو بيكا ولا لا، حسن شاكوش. تمام؟ طبعا خلاص، وتقعد تذاكر، وادي دقني هنا لو في امتحان.